stream, ați supărat vacă. Hei, sapla! Amibii, eu stau la bărăm la oarni. Ai în miseli. يا بنتي بس بقى بطلي فرك بقى مش عارف انام منك ايه يالا يا جزمة يالا ايه يا واسي لما قالك يبعتوك تجيب طلبات كتير ايه ده كل ده لو شغال في محطة مصر بص على ايه طب حلو حبيب 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 يلا بقى ورايا على البيت اخواتك لما يجوا يصحوك من النوم قوم بقى مش عايز علي منامك ولا ولا يا علي اصحى البيت بيولع البيت بيولع يا لا حرام خلاص خليك نايم ولا اسعى المصريين لما يشوفوا عربية حلوة يا لهوي يا عربية جنب طاقة الاوفر انت مجاز جنبي اصلا ايوه يا عم ايوه ايوه يا رب وعدنا يا رب بتمنظر على ايه ده 128 برقبتها اه بتلاقيه قايل على 5 6 مليون في البنك وكل يوم مع واحده شكل وبلل يا بختك لما تروح عزم على صحابك يا عم بقى في ايه لم نفسك بقى مش قادر مش قادر يا ابني الله يرحمه والله كان راجل طيب هو مين اللي مات؟ هو اللي جت عزمت؟ حبيبي يا اسطى ملك تشيك ملك تشيك ايه؟ تعالى هناك طعبيك يلا عندنا اثنين بس الله يرحمه كان طيب والله كان طيب بقول لك ايه ابعت لي سؤال اسمه طالب بارد بس عايز ايه يا عم بس تعالى وتظبط اشوف الفيديو جاب كام لايك بس بانجز اه ماشي احمد السقا هوندا ريميكس السقا في المساء احمد السقا في المساء بياكل بقى احمد السقا في المساء بياكل بقى في الشقا الشقا يقا 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 لما تيجي تعطر الشقا اوعى عليك انت الله لا لما تاكل في مكان عام ده بيتكسف ياكل برا البيت ده مجرد ما الاكل يتحط قدامه بيتعامل ما بتفرقش معاه حاجه ده صعب يلبس في الجوانتي ده يا ابني ما بيتلبسش كده يا ابني لا ده لازم ينزل ستوري ويغيظ في اصحابه غالبا ممكن المطعم يقفل وهو لسه بياكل على الاقل اقل من مهنه لا ده تحس ان هو داخل خناقه مع السندوتش عادي قشطه مفيش مشاكل ما بيقومش غير وهو ماسح الترابيزه ومفضيها لما تقابل حد ما بتحبوش حبيبي 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 ايه حبيبي, 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 حبيبي يلا تقول دم امك ما بحبوش الواد ده حبيبي اخبارك ايه؟ خليك امشي خليك امشي خلاص سلمنا هديت معايا ثانوية عامة لما يخرجوا من الامتحانات ويشوفوا كمان في اليوم السابع الامتحان كان صعب على فكرة ما عرفناش نحل وربنا ما عرفناش نحل حرام حرام والله الحمد لله قفلنا الامتحان كان صحي الصح ومية مية وامتحانات صحي الصح وجدول صحي الصح الحمد لله محدش يصوت ايه رايك في الامتحان؟ والله الامتحان كان شكلي مظبوط؟ اه والله الامتحان بص حضرتك شكلي مظبوط؟ ايوه ايه رايك في الامتحان؟ ايه رايك في الامتحان؟ خد خد ايه رايك في الامتحان؟ خد خد ايه رايك في الامتحان؟ البنات لما تليفونها يقع منها
الله عليك انت ساحرة كده كسر اتفسح خلاص يلا يلا. ايه ده انت بتلعب كرة ولا ايه؟ لا لا عاش عاش. ايه يا ابني مالك 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 مالك؟ لا 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 الراعة دي مش حلوة. بص فلوسك كتير انت فلوسك كتير. لا 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 هجيبه لا هجيبه انت لا استنى هجيبه لا هجيبه مش هنروح النهارده. ما جبتوش ليه؟ انا مالك انا مالي. البنات لما تنزل ترمي الزباله دي بتبقى فرحانه دي ولا كانها فرح. لا دي بتبقى متعصبه مش طايقه نفسها. طب بتضربي الزباله ليه؟ لا دي لازم تبقى متعصبه. انت ترمي الزباله وتنام معاكي ليه؟ انزل لوحدي يا ابني. لا دي ما بتعرفش تنزل. اهربي اهربي. دي بتخاف على شكلها جدا. بريستيجي رايح يا بونا. انت رايحه تولدي يلا. لا دي عادي مش فارقة معاها بتاخد الامور ببساطة. لما يجي لك ضيوف وتتسحلق قدام انا قاصد انا قاصد فوقكم كده. خليكم بريس خليكم بريس. اه يخرب بيت عينيك عرفة اخوانا 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 لا زي انا بحب انزل الارض اصلا زي ما انت زي ما انت انزل انت عامل ايه بس بابا وحشتوني يا رب. قوم يلا قوم يلا لما تكسر طبق في البيت. كسر طبق يا ماما والله كسر طبق اهو انا جبته والله ما كان قصدي والله ما قصدي. لو جبت سيرة هتبعها. نصيف نصيف المهم ان انا بخير المهم ان انا بخير يا عم. المهم الطبق لما تصطدع بوش حد ما بتحبوش. صباح الزفت صباح الجسم. يخرب بيت ام عينك. صباح الهرم اخوانا 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 اسمي جيبوا اللي اولهم. صباح الخير صباح الجمال صباح العسل صباح الفل. خلاص سلمت سلمت اطلع خلاص. لما يجيلك الشيك وتلاقي نفسك طالب حاجات غاليه. لا ده بيأمن من بنها ده اول ما يشوف الحساب. ما انت لازم تحاسب يا ابني. لا ده بياخدها من عصيرها ويزوغ من غير ما حد يشوف. لا ده بيخش على مواعين على طول. مواعين فين حضرتك؟ لا ده معلم ده ما بتفرقش معاه وبيسيب بقى شيش كمان. خد يا عم شبرق نفسك. لا ده لازم يحسبها ده يشوف كان ايه ونزل ايه. وانا بحسب الترابيزه اللي جنبي ولا ايه؟ ده غالبا بيكلم حد يحاسب له.